السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من الدور ديالنا ولا من هذا الميني كورس الخاصه بماذا برياكت فور ميك. وقلنا في الجزء السابق كنا نزلنا شفنا المهم كيفاش خدمنا قلنا خدمنا سي دي بالفورم والفورميك كومبوننت والفيلد كومبوننت. في هذا الجزء غادي نشوفوا كيفاش نافيشيو لي ميساج. كاين واحد الكومبوننت سميتو ايرور ميساج، فحتى هو كنريكوبيريوه في هذا الكومبوننت هذا اللي غادي نريكوبيريوه، فهو باش غنافيشيو لي زيرو ديالنا. فهنا في بلاصه ما نديرو هاد فورميك تاتش داكشي غادي نجي لهنايا. فإلا لاحظتي دابا الامور بدات، حتى الكود ديالنا ما بقاش مخربق كيف ما كان من قبل. فدابا الامور الا شفتيها انت داكشي بيان اورغانيزي، يعني منظم، حتى الكود قليل حسن من الاول. فهذه هي الطريقه الصحيحه. ففي الاول كنا غير كنديروا التسخينات وصافي، فكنزيدوا الايرور ميساج هكذا، كنجيو كنعطيه النيم ديال لو شون، يعني السميه ديال لو شون اللي افيشي لنا الايرور ديالها. فهنا السميه هي ايميل، ونفس الشيء هنا الى جينا لهنا لتحت زدنا هذا غادي نديرو باسورد. فهذا هو باسورد. فإلى جينا درنا اكتواليزي، فإلى دخلنا لهنا وخرجنا، فعندنا لو شون ايميل اي اوبليغاتوار. الى درنا هكذا لو شون مود باس اي اوبليغاتوار. الى دخلنا شي ايميل اللي ما كاينش ايميل نون فاليد. الى دخلنا غير جوج ديال لي كاركتر لو مود باس توا كونتونير كدا كدا شي في كدا كدا شي. الى درنا 6 هي كاينه. الى درنا هكذا ودرنا سابميت فغادي يعطينا داكشي اللي دخلنا. فهذه هي الطريقه باش تافيشي لي زير. كاين هاد الطريقه وكاين طريقه واحده اخرى. الا بغيتي مثلا تزيد شي ديف، مثلا تي الا بغيتي تزيد شي ديف داخل مثلا هاد، الا بغيتي انت تافيشي بشي طريقه مبدله من غير هادشي اللي درنا هنايا، ممكن تجي لهنا كتسد هنايا، كتسد هاد الكومبوننت هذا، كتريكوبيري الايرور ميساج. فكاين هنا واحد الفاريابل سميتها ايرور ميساج، فكتريكوبيريها. ومن بعد ما كتريكوبيريها هنايا داخلها ممكن انك تزيد مثلا، ولا الا ما بغيتيش كاع داخلها هكذا ممكن تريتورني شي ديف وحده اخرى، مثلا الا بغيتي تزيد شي حاجه اخرى مثلا هنايا. سي بغيتي انت تجي مثلا هنايا بلاصه هاد الكلاس هادي تزيد لها شي كلاس اخرى مثلا اللي هي بادج، سي ولا دير لها غير بادج كاع، تجي هنا وغادي دير ايرور ميساج، وهنايا تسد الديف ديالك هنايا. الا بغيتي مثلا تزيد تعمق فهو بهاد الطريقه هادي راه كيما شفتي كيتافيشا. بغيتي تزيد مثلا شي حاجه اخرى من عندك راه كاين كتسد، ولكن هنايا انا راني غالط هنايا ستوري ما نفتحو القوسين ونسدو. فمعرفتش علاش كما قالوا الاوائل الزرب تتعطل، فضروري ما خصنا نفتحو الاقواس عاد نخدمو بها داخل جي اس اكس. فقلنا كنريكوبيريو الايرور ميساج، وهاد الايرور ميساج ممكن نافيشيها داخل مثلا واحد الديف وحده اخرى الا بغيت انا نافيشيها. فإلا درنا هكذا درنا هكذا، فهنا انت لو شون مود باس اوبليغاتوار راه مبدله، حيت عطينا الكلاس هنايا بادج فهي كاينه في الباسورد بادج. ندير لها هنايا مثلا بادج دينجر. سي الى رجعنا لهنا جينا لهنا فهي شتي هي مبدله على هادي. هادي في حالات ما الا بغيتي تزيد انت شي ستيل ديالك لهاد الايرور هذا ميساج، مثلا ما عجبكش هاد الستيل هذا اللي هنايا وبغيتي تزيد انت شي ستيل اخر ممكن انك تزيدو بهاد الطريقه. كيف قلنا كتفتح هاد القوس كتريكوبيري الايرور ميساج. الايرور ميساج هو هاد الايرور هادي اللي كتافيشا هنا اللي كتريكوبيرا من الفاليداسيون، وداخل الديف كتزيد لها ستيل اللي بغيتي وكتافيشي هنا. فهذا ما كان في هذا الجزء هذا اللي هو جزء خفيف ظريف، شفنا كيفاش افيشينا الايرور ميساج. فغادي نتلاقاو في الجزء القادم فين غنشوفو حوايج اخرين، فنشوفو في الجزء القادم.